فيها طفلة شهد تلول فلتتفضل مشكورة. لا أخشى في الله لومة لائم. أبي ذلك البطل الذي عشت أمي ما تعاني طفولتنا المشردة، نعاني أيضا كبتا لصوت الطفولة. قل الذي أراد له الله الانتصار، نطالب العالم بأن ينظر إلى هذه البطنة عن الدار قانون الأعادي وسها. متى تبصر القدس العتيقة مرة فسوف نعبر في واعد عن مخاوفنا الشديدة من استمرار هذه السياسة، كما ولا يفوتنا أيضا أن نشير إلى حالات التعذيب الممنهجة التي تمارس بحق أسرانا، ونعتبر أن صمت أو استمرار صمت بشكل أدق المؤسسات الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر كمؤسسة يسمح لها بزيارة السجون والاطلاع عن قرب على الواقع الصعب والمأساوي والمرير، نعتبر أن استمرار الصمت هو شراكة حقيقية في الجريمة. الصليب الأحمر مطالب بالقيام بمسؤولياته. في ثورات وكهل جاء من منهاتنا العليا، يفاتن تبيع الفجل في الساحات طول اليوم. في القدس دب نص أنت حاشية عليه وهامش. أحسب قال في زنازين القهر الصهيونية، هذه الفعالية أيضا مهداة للطفلة. جئنا اليوم إلى هذه الوقفة التضامنية لنريد أن نوصل ثلاث رسائل، واحدة للعالم وواحدة للاحتلال الصهيوني وواحدة للطفلة إيمان. أما للطفلة إيمان فنقول لها اصبري وصابري، فأنت في أرض الجهاد والرباط. وأما للعالم فنقول لهم لماذا لا يتكلم أحد في هذا العالم؟ هل أنتم صمون؟ هل أنتم لا ترون ما يحدث في هذا القطاع وفي هذه الأرض وفي هذه البقعة من الأرض في فلسطين؟ في فلسطين ترمل النساء ويتم الأطفال ويقتل الشيوخ، ولكن لا أحد يتكلم. الاحتلال، أما رسالة الاحتلال الصهيوني فنقول له رغم أنك قد أسرت زميلتنا التي كان من المفترض أن تكون بيننا وليس بين تلك القضبان الصدئة، نقول له أننا لن نركع أبدا ولن نهزم ولن نتركك حيا حتى بعد تحرير فلسطين إن شاء الله. كل طفلة تكون في مدرستها عايشة مع أمها مع أبوها.